الجمهورية رقم 25 واللي انطلقت فعاليتها بمدينة الشباب بصوبة بتشريف وزير الشباب والرياضة دكتور عبد الكريم موسى ووزير الشباب الولائي الأستاذ اليسع الصديق وعدد كبير من قادة العمل الرياضي، وقد شهدت البطولة تنافس مثير بين اللاعبين. أيضا مشاهدينا، عقد الاتحاد السوداني للدراجات اجتماعا أول أمس وناقش فيه الاستعدادات للبطولة العربية بشرم الشيخ شهر نوفمبر القادم وبطولة الأندية المقامة بالجزائر منتصف أكتوبر والبطولة العربية الجبلية بتونس. عودة من جديد مشاهدينا وإلى أولى فقراتنا إلى مقر الاتحاد السوداني للتجديف والكانوي ومشاركة هذا الاتحاد بلاعبيه في فعاليات سنار عاصمة الثقافة الإسلامية برعاية كريمة من الفريق أول ركن ورئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح وتشريف وزير الثقافة الأستاذ الطيب حسن بدوي، مشاركة لاعبي التجديف والماريسون اللي انطلق من مدينة الروسيرس والوصول إلى مقر الاتحاد بالخرطوم. كاميرا كل الألعاب كانت حاضرة بهذا الماراثون، نتابع. الحمد لله، اليوم اكتمل سباق مكوك النيل في إطار سنار عاصمة الثقافة الإسلامية. هذه التظاهرة الرياضية التي بدأت من مدينة الدمازين وتواصلت عبر مختلف المناطق وصولا إلى الخرطوم، هي مشاركة الرياضيين في مشروع سنار عاصمة الثقافة الإسلامية، وإن شاء الله تتواصل يعني نشاطات وفعاليات الرياضيين في كافة الصعد حتى نحقق المقولة الشهيرة: الرياضة هي التنمية وهي السلام وهي الحرية وهي المشاركة. نحن نسعد بأن تكون الرياضة مشاركة في مثل هذه الفعاليات، والاستفادة من هذا النيل العظيم في الترويج للسياحة في السودان، ومن خلال إقامة فعاليات إن شاء الله وبطولات عالمية في النيل في المراحل القادمة.
جدا جدا لحضورهم والاخ مصعب بالذات يعني في برامج الرياضه، وما قصروا معانا كلكم. الليله عايزين نديهم افاده صغيره جدا انه الابطال شايفينهم قدامكم ديله بمشاركه ابطال الرمايه شاركوا هذه الفرحه لاتحاد التلجيف والكانوي، ان هم جايين من الرصيرس مسافه بتاعت 670 كيلو في 9 يوم، الليله اليوم التاسع عشان يوصلوا هنا، وكنا نحن طبعا متابعينهم في المحطات. اخر محطه وصلوا لها كانت في سوبا، وكنا امبارح معاهم وباتوا من سوبا وبدوا السباق بتاعهم من سوبا لحد هنا. فنحن نشكر ناس قناة النيل الأزرق مرة أخرى، ونشكر كل القرى والمحافظات والمعتمدين اللي قابلوا المهرجان ديا، وده طبعا مهرجان أول في أفريقيا، أول مهرجان في أفريقيا يستمر لمدة 9 أيام. مرسين كان صعب شويه لانه مسافاته طويله وبعيده، والتيار كان بطيء يعني شويه، يعني واجهنا صعوبات ثقيله عكس التيار وبرنامج والرواجع وشيم وغايته الحمد لله. شعورك شنو انت بتحرز المركز الاول؟ والله شعور ما بتوصف يا اخي. طيب انت الفوز التهديد لمين؟ الله يهدي لامي اول حاجه، اول حاجه لالله ولامي ولو كوتش ياسر ده اللي وقف معانا، ولكل الناس وبهدله يا قناه النيل الازرق وربنا يديم العافيه. لقيت المواجهات كانت كيف؟ المنافسه كانت كيف من اللاعبين؟ والله منافسه قويه قويه شديد، لكن غايته الحمد لله توفيق من عند الله. اليوم ونحن نشهد هذه الفاعلية المتميزة جدا، وهي سباق الزوارق في إطار سنار عاصمة للثقافة الإسلامية، والذي أخذ شعار هذا النشاط من مدينة دمازين من قري إلى قري. وهذا الربط في فلسفة أن تطرح مثل هذه المنافسات هي في أن نمد هذا الفهم الذي يتصل بقضية النشاط الرياضي ذات العلاقة بالثقافة، وبالتالي النيل هذا المعون الذي يستوعب هذه الأنشطة، والذي يعتبر ميزة نسبية للسودان باعتبار أن السودان من أكبر الدول التي فيها أنهر، وهذه الأنهر بجانب يعني فوائدها الأخرى نحن ننظر إليها باعتبارها معود رياضي، ولذلك هذه الميزة كثير من الدول ليس هذا النسبة الميزة. لذلك نقول أن واحدة من اهتماماتنا في وزارة الشباب والرياضة أن نعلي من قدر الأنشطة الرياضية غير قضية الكرة، لأن اختزال الرياضة في الكرة هو اختزال مخل. صحيح أن الكرة لها مساحاتها التي تجبرك على أن تتجاوب معها، ولكن أيضا في السودان هنالك أنشطة رياضية أخرى كثيرة جدا لنا فيها ميزة نسبية. واحدة من هذه الميز هي قضية سباق الزوارخ.